حاسة وتمركي سيء. حبسة ياسير إذا شرف الدين بعد 10 ديم 4 سنين المكتوب وفي مع الرياضيين. إما ما تقوليش عاد بشوفها حتى مع النواب والسياسيين. ما حناش مستعرفين امشي البور روحي ولا حنين اللي صرف على الاتوال مال الجدين. علاش وكيفاش هو قال سبب ما يدواش تعاب وتسب من أقرب الناس الجمهور اللي في الفيكتوار بسوه وعلى العناق هزوه. إيش بي يا سيري ذا كان سبوك تيلي نقصد انتقدوك. النجم هو البطل بالنسبة لنا نحن. هذاك كل عادي ويصير سهلة العملية. هو فما اللي قال سبحان الله سبب بسيط ما يستاهلش انك تسيب على خاطره المسؤولية. وهذيك لحظة غش من الغير على الجمعية. الراي على زوز تقسم اللي تأسف وقعد يذكر بالإنجازات واللي فات. كأس تونس وكأس الكونفدرالية بعد غياب دام 10 سنوات. وفما الليلة سب وعاب خاف لتتعاود السيناريوات واللي صار في 2006. أرجع يا سيري ذا يهديك تيماك قلت بطلت. هلي بطلت أما كرجعت ماركيت وبذكي كورت. في تونس هيك حال الكرة يام التحكيم يام العقلية يام الغورة. يلعبوها الكرة حابسة وتمركي.